هكلمه. على فكره يا رفض، انا ما قلتش اي حاجه للحاجه عن المشاكل اللي بتحصل هنا عشان ما يتضايقش. الراجل بيعمل خير لوجه الله وبيساعد الناس، ودول كدابين وبيخافوش ربنا. هو في كده؟ انت جبت خلاصه المشكله يا رحمه، الكدابين. عشان كده انا شايف اننا المفروض نبلغ الحاج باللي بيجرى عشان ما نبقاش احنا كمان كدابين، من قبل نقول له كله تمام والحقيقه ما فيش حاجه تمام خالص. الاحسن ان احنا ما نقولوش اي حاجه دلوقتي، خلينا نحل المشاكل دي في هدوء لغايه الامور ما تستقر، وبعد كده نبقى نقول له. الراجل اللي فيه مكفيه. ما انا كنت قادر اتابع كل الاقسام والتفاصيل يوميا، بس من ساعه ما اتعجنت في تحضير الدكتوراه دي وانا باجي هنا المستشفى بصعوبه. سيب لي انت كل حاجه وركز انت بس في الدكتوراه. الا قول لي، التذاكر اللي بيدوها للعيانين بيبقى عليها ختم؟ اه طبعا. كويس قوي، والختم ده مع مين؟ عند مدير الحسابات. مفيش اي حد رقيب عليه يعني في موضوع التذاكر ده؟ اقصد اقول انه ممكن يطبع التذاكر ويباعها لحسابه من غير ما حد يكشفه. الحقيقه ان هو بحكم وظيفته مع الاختام اللي تخص الايصالات والتذاكر وتوريد الفلوس، بس مش عارف بصراحه ممكن اعمل عليه رقابه ازاي. على فكره انا ما بشكش وخلاص. دي اول تذكره دخلت بيها، رقمها 835، وانا اتاكدت ان عدد المرضى اللي بيدخلوا العيادات كل يوم ما يقلوش عن 100 مريض. يعني لو ده رقم المرضى اللي بيدخلوا كل اسبوع يبقى كويس جدا، لكن لو ده رقم المرضى اللي بيدخلوا كل شهر يبقى اكيد في سرقه كبيره جدا، لان المفترض ان عدد المرضى اللي بيدخلوا كل شهر يبقوا اكتر من كذا الف. لو اللي بتقوليه ده صحيح تبقى مصيبه، حتى السرقه في التذاكر. ليه لا؟ عموما سيب لي الموضوع ده، انا هتاكد بنفسي. انا مش عارف اقول لك ايه يا رحمه، ده انت جيتي لي نجده من السما. يلا يا سيدي بجملت، ما انت طول عمرك مغلبني بمشاكلك. طب يلا بينا، عشان طلبت انهم يجتمعوا في الصاله. يلا بينا يا سياده المديره. يلا. والحاج ابراهيم اصدر قرار بتعيين الاستاذه رحمه مدير عام للمستشفى، ومن هنا ورايح انا مسؤوليتي في المستشفى تقتصر على الامور الطبيه فقط، لكن كل الامور الاداريه هتبقى مع استاذه رحمه. اهلا بيكم، انا سعيده جدا اني موجوده معاكم. انا في الحقيقه كنت بشتغل في الخليج في مستشفى زي دي بالظبط، يمكن قدها في الحجم، نفس المعدات والاجهزه، ولكن الخبره اعتقد ان هنا في خبره اكتر بكتير. انا مش هتكلم كتير عن التغيير لاني ناوي اغير كل حاجه، يعني اي فساد اي مشاكل موجوده ان شاء الله هنقضي عليها. المشروع ده هدفه الاساسي هو مساعده الناس الغلابه، اهل الحي اللي مش قادرين يتعالجوا في مستشفيات خصوصيه، يعني ما عندهمش ثمن التذكره، واحنا واجبنا ان احنا نساعدهم ونقف جنبهم ونكون عندنا رحمه معاهم في التعامل. دي مهنتنا، ان لازم نتعامل مع الناس برحمه ونساعدهم ونحل لهم مشاكلهم الصحيه. انا سعيده جدا اني هتعاون معاكم، واتمنى ان يكون عندكم نفس الشعور. واي حد عنده مشكله او اي حد يشوف اي حاجه مش عاجباه او مش مظبوطه ضروري يجي ويقعد ويتكلم معايا، وما نخبيش عن بعض حاجه، وان شاء الله مع بعض وببعض هنحل كل المشاكل، والمستشفى ده هيكون من احسن ما يكون. وانا متشكره قوي ليكم، على اذنكم. يا نهار اسود، دي جت ولفت ما بيننا على انها عيانه، ده انا كمان خدت منها بقشيش. ومين سامعك؟ انا كمان خدت منها المعلومه. دكتور رشاد، الست دي بقى لها كذا يوم بتلف في المستشفى لحد ما وصلت لاوضه عمليات النساء. خلوا بالكم، ممكن تكون عرفت اي حاجه. ربنا يستر. كل حاجه تقف دلوقتي لحد ما الامور تبان. يا ترى هتطلع زي اخوها بقى ولا ايه؟ مش عارفه، بس في ناس بتقول ان بقى لها 3 4 ايام بتلف في المستشفى على ان هي عيان، وعملوا بقى اللي انت فاهمه فيها. طب كويس، يعني عرفت اللي بيحصل هنا في الغلابه. المفروض بقى، ما هي اما ناويه لهم على نيه سودا يا اما ناويه تقاسمهم. ما اظنش، ما افتكرش ان اخت واحد زي رأفت تبقى كده. هنشوف، احسن انا خلاص قرفت من اللي بيحصل هنا. عاوزك تخلي بالك يا رحمه، ما تضغطيش على الناس اللي شغالين عندك، يعني مش قوي. عندك حق يا حاج، انا عايزاك تشيل هم المستشفى ده من دماغك خالص، سيب عليا كل الحمل وان شاء الله هكون عند حسن ظنك. او عايزك تعرفي كمان ان الخير ما يخصش الناس اللي بتتعالج بس، لا يخص اللي شغالين كمان. حاضر، لا اديني كام يوم كده هعمل كام خطوه، وبعد ما ارتب كل حاجه انا هكلمك واقعد معاك واحكي لك كل اللي بيحصل بالظبط. ان شاء الله هبذل كل مجهودي عشان المستشفى دي تبقى احسن من مستشفيات كتير قوي حواليها. حاضر.
حاضر، مع ألف سلامة. يا عبد الحميد، انت بتستأذن قبل ما تدخل وبالتليفون كمان؟ لا، أصل إيه اللي أصل؟ ما تتكلم يا لا، أصل في الحقيقة أنا مش جاي أكلم حضرتك في موضوع يخص الشغل، يعني أنا جاي أكلم حضرتك في موضوع شخصي. طب وماله يا ابني؟ اتفضل اتكلم، أنت عارف أنا بحبك زي ماجد وثابت بالظبط. بعدين مالك واقف مشبك إيديك كده زي اللي عامل عامل؟ أقعد. اتكلم. أصل يا ابني ما تعصبنيش. في إيه؟ محتاج فلوس ومكسوف تطلب؟ لا بصراحة يا حاج، أنت خيرك مغرقنا. امال ايه الموضوع؟ المشكلة ان فواتير الشراء والبوالص ما ينفعش تعدي على واحد من غير ما يعتمد التاني. يعني انت بدأت بالشك في مدير المشتريات وكبرت معاك لما وصلت ان في عصابة كبيرة جوه المجموعة. الحاج مدي الثقة للمدير المالي ومدير المشتريات ومدير المصانع، وانا شايف انهم مش اهل للثقة دي. مش للدرجة دي يا صبري، الحاج برضو ابن سوق ويقدر يوزن اللي قدامه. انا ما بتكلمش عن اي ناس يا سليم، دول ناس ياكلوها ولعة وواصلين في المجموعة قوي، ويقدروا يسرقوا من اول ما قطعة الغيار بتخرج من الجمرك لحد ما تتركب لحد ما تبوظ تاني من غير ما حد يقدر يراجع عليهم. مش عارف يا صبري، انا مش مقتنع بالكلام ده. طب وايه الحل؟ انت مش مصدقني وانا الشك هيموتني. انت عندك مجرد شكوك في مدير المشتريات، والحاج مش عايز اتهام من غير أدلة، عايز اي شك مدعم بورق. خلاص نتأكد الاول. خلصتي محاضرتك؟ كان فاضل لي محاضرة واحدة بس. محاضرتهاش ليه بقى؟ اصلا مش مهمة قوي، بعدين قلت اجي اقعد في النادي شوية. طب على فكرة انا هاجي كتير الفترة اللي جاية لحد ما اخلص العقد بتاعي مع النادي. طب كويس. انت عامل ايه؟ يعني ايه يعني دي؟ مش عارف، بس بجد حاسس ان انا متلخبط شوية. ليه كده؟ عندك مشاكل في الشغل ولا ايه؟ لا خالص، ما عنديش مشاكل في الشغل ولا حاجة. انا عندي مشكلة تانية قابلتها صدفة من يومين، بس بجد من ساعتها حاسس ان انا مش عارف افكر خالص. انا شايفاك يعني اليومين دول مش بتنزل محل يا بابا. ايه رأيك لو غيرنا النشاط؟ هنغيره لايه؟ يعني نعمله مثلا زي بوتيك كده نبيع فيه هدوم جاهزة. بس انا ماليش في الهدوم الجاهزة، مش شغلتي. عموما هي فكرة ممتازة. ايوه، نستغل القماش اللي مركون تحت ده وهنشغل المحل. ازيك يا بابا؟ اهلا اهلا. ازيك يا رحمة؟ ازيك يا رأفة؟ ازيك يا رأفة؟ اخبار الدكتوراه المعصلجة ايه؟ هنعمل ايه بس؟ لسه معصلجة زي ما هي. ليه؟ مع ان المفروض الدكاترة دول بيختاروا يعملوا رسالة الدكتوراه عن حب يعني. نصيبنا بقى رحمة، هنعمل ايه؟ امرنا لله. مساء الخير. مساء الخير يا جمال. ازيك عامل؟ ازيك؟ اللي قول لي يا ابني، مفيش اخبار جديدة عن موضوع الخلفة؟ ما هو رأفت قال لنا انا ورحمة نروح بكرة ان شاء الله المستشفى نعمل شوية تحاليل. ما تقول يا رأفت. والله يا بابا في حاجة اسمها الحقن المجهري، نتائجها مضمونة وناس كتير خلفوا بيها، هما بس بعد ما يعملوا الفحوصات بكرة ربنا يقدم اللي فيه الخير. اتفضل. اتفضل يا حاج. ده ايه ده يا صبر؟ دي فاكسات الشركة الياباني اللي بتورد قطع الغيار للمكن عندنا، ومستندات استيراد قطع الغيار دي عبارة عن بوالص الشحن والإفراج الجمركي وشهادة المنشأ، صور من شهادات الشراء. طيب بما إن سيادتك اطلعت عليهم أنا هقول لكم بقى أنا فهمت إيه. دي طلبيات قطع الغيار اللي بيطلبوها بتوع الصيانة ومواعيد تركيبها، ومعاها التقرير بتاع المهندس الفني المختص. تمام؟ تمام. لا مش تمام، هما كده حطوا كل الأوراق اللي ليها علاقة بالأعطال، بس ناسي حاجة بسيطة وخطيرة في نفس الوقت. ايه هي يا حاج؟ تقارير تشغيل المكن في نفس تواريخ الاعطال دي، ما بتقولش ان الانتاج قل ولا حتى وقف، وزي ما انتوا عارفين اعطال يعني مفيش انتاج، مش كده ولا ايه؟ ده كده معناه ان المرات اللي مش متسجل فيها وقف تشغيل المكنة هي المرات اللي المكن ما كانش محتاج فيه قطع غيار ولا حاجة.
امال كانوا بيركبوا قطع الغيار امتى؟ على الورق بس. وازاي نثبت ان ده ما حصلش في الواقع؟ برضه من تقارير الانتاج، لان المكن ما وقفش ولا انتاجه قل. ايه هيركبوا قطع الغيار والمكن شغال؟ يعني المكن ما وقفش خالص يا حاج؟ ولا ساعه. ما هو عشان بتوع الانتاج دول تبعك فما عرفوش يشتروه. اه يعني العصابه فيها بتوع المشتريات وبتوع الصيانه، لكن بتوع التشغيل ومراقبه الانتاج مش معاهم. يا ولاد الكلب. انا مش عايز شتيمه. هم ولاد كلب واحنا ايه؟ بنتسرق عيني عينك كده كاننا بنتضرب على قفانا. طب هدي نفسك بس يا حاج. انا مش ههدى لما اشوفكم انتوا الاثنين مليين مراكزكم. اسمع يا صبري. تحت امرك يا حاج. عايزك تراجع مخزن قطع الغيار، تشوف قطع غيار الهالك وتطابقه مع فواتير الشراء ومواعيدها. بكده تبقى تسدت عليهم من كل ناحيه، وتبقى مسكتهم من رقبتهم صح، مع انهم كانوا مرتبين السرقه ومظبطين امورهم. انا لو هقعد اتفرج وفي حد بيسرقني يبقى اقعد في بيتنا احسن. يا اما خدها من قصير واقفلها. تقفلها ايه يا حاج لا سمح الله؟ كويس يا صبري انك لفتت نظرنا. الحمد لله يا حاج. لموا الورق ده بقى كله وحطوه في ملف واحد عشان نفتح تحقيق. عايز اوصل للعصابه دي نفر نفر. ماشي يا حاج، تحت امرك. المهم ده يحصل من بكره الصبح وفي هدوء عشان محدش ياخد باله ونعرف نطب عليهم.